السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقالة أعجبتني كتبها كاتب وأردت مشاركتها معكم. قال هذا الكاتب: فرعون، منك تعلمت الأولى، منك تعلمت أن قدر الله نافذ لا محالة. ذبحت الآلاف من الأطفال كي لا يأتي موسى، وعندما جاء ربيته في بيتك. الثانية: منك تعلمت أن القلوب بيد الله لا بيد الناس، فعندما حرمت موسى من قلب أمه رق الله عليه قلب زوجتك، أردت أن تحرمه أمه فأعطاه الله فوق أمه أما أخرى. الثالثة: منك تعلمت أنه ليس بإمكان أحد أن يفسد أحدا، ففي القصر الذي كنت تقول فيه أنا ربكم الأعلى كانت آسية في الغرفة المجاورة تقول سبحان ربي الأعلى. الرابعة: منك تعلمت أن البيوت أسرار، وأن بإمكان امرأة وزوجها أن يعيشا تحت سقف واحد ويكونا غريبين، فالذي يجمع بين الزوجين ذات القلب لا ذات السقف. الخامسة: منك تعلمت أن جيشا بحاله يعجز عن رد مؤمن عن إيمانه، فلا الصحراء أرهبهم جيشك ولا الماشطة أخافها زيتك المغلي. السادسة: منك تعلمت أن الدم لا يصير ماء، وأن أختا صغيرة أعادت أخاها إلى أمه حين قالت هل أدلكم، وإن أخا كان نبيلا إلى الحد الذي لم يتحرج فيه أن يعترف أن أخاه أفصح منه لسانا. السابعة: منك تعلمت أن العبيد يصنعون جلاديهم بأيديهم، وأنه لم يكن بإمكانك أن تمتطي ظهور قومك لولا أنهم أناخوا وأركبوك. الثامنة: منك تعلمت أن الله إذا أراد أن ينصر عبدا نصره بعضا بعصا لم تكن صالحة من قبل إلا ليتكئ عليها ويهش بها على غنمه، وأنه إذا أراد أن يهزم عبدا هزمه وهو في عقر جيشه. التاسعة: منك تعلمت أن كل ما في الأرض أسباب تجري على الناس ولا تجري على الله، وأن النهر الذي من المفترض أن يغرق الأطفال صار ساعي بريد وحمل إليك طردا فيه طفل كنت تبحث عنه، وأن البحر الذي لا يعبر إلا بالسفن عبره القوم مشيا على الأقدام بعد أن صار طريقا يبسا. العاشرة: منك تعلمت أن كل ما في الأرض جند من جنود الله، وأنه سبحانه هو من يختار سلاح المعركة، وأنك حين جئت بجيشك كان قادرا على أن يأتي لك بجيش مثله، ولكن أهون على الله من هذا فقتلك بالماء الذي جعل منه كل شيء حي.